اي راقي يعالج المس والسحر، الكلام ده مظبوط؟ نعم. طيب النهارده هنروح لبرضه لموضوع خطير جدا يعني، وهو السحر انواع. بنسمع عن السحر الاسود وكثير يعني من الاسامي بتاعت السحر اللي بنسمعها. انواع السحر هي ايه؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بالنسبة لمسميات السحرة، سحر أسود أو سحر سفلي، كل هذه مصطلحات يطلقها السحرة والناس خلاص اصطلحت عليها، أن في سحر أسود وفي سحر علوي وفي سحر سفلي وفي سحر مش عارف